نورتي. ده نورك. صدقي انت دونا عن اخواتك قريبه من قلبي. من القلب للقلب رسول يا مرات عمي. يا حلوه، يعني مش همك ولا خايفه؟ اخاف؟ واخاف ليه؟ هو انا ببيت غريب لا سمح الله؟ ده انا ببيت جدي، وجوزي يبقى ابن عمي، وحماتي تبقى مرات عمي، يعني مفيش امان احسن من كده. صح يا روحي صح. قولي لي انت كيف لفيتي على الواد حسن؟ وهو حسن برضك يضحك عليه؟ لا ما يضحكش عليه الا من بنت، من بنات كريمه اللي عينهم بتشحه يندب فيها رصاصه. بنات كريمه اشرف من الشرف، عارفه ليه؟ عشان بنات كريمه هم بنات عبد الله، وعبد الله يبقى اخو جوزك اللي هو عمي برضه. بفكرك والله اللي كنتي هتموتي عليه، واللي اختار امي وسابك انتي. انتي بتقولي ايه؟ بقول اللي انتي عارفاه وفاهمه كويس قوي، واللي عقلك مش عايز ينسى لحد دلوقتي. كل ما عقلك يقول لك خلاص نسيته تظهر لك كريمه يا حرام، وتخليكي تكلف نفسك وتهري في روحك. انتي بنت قليله رباعيه. اسمعي يا جبريه، يو اقصد يا مرات عمي، اللي امي ما عرفتش تعمله معاك السنين اللي فاتت دي كلها، انا بقى هطلعه على جدتك. وحياه كريمه؟ لا وانت السبب، وحياه عبد الله. اخرس يا جليله الحياه. انا غير كل البنات. لا بنات ايه بقى، ما انا خلاص بقيت مرات ابنك، يعني بقيت مدام. غير كل النسوان اللي مروا عليكي في حياتك، انا حاجه لوحدي كده، عارفه الحية؟ انا الحية اللي تلف على فريستها لحد ما تعصرها عصر. اهو انا، وانا اللي حقت عرس الحية. ماشي، يانا يانتي. ظهر دم، ظهر في قلبه.
على ايه؟ في ايه حسن؟ في ايه بتبصلي كده ليه؟ امي هي اللي عملت فيكي كده يا ريتال؟ مش مصدقني؟ ولا لا؟ هي يا حسن، وعارفة انك مش هتصدقني، بس انا عايزك تعرف ان انا ماليش غيرك. انا عارفة دلوقتي امي بيدور في دماغها ايه. بمجرد ما تعرف ان انا وانت اتجوزنا، اول حاجة هتعملها ان هي تتبرى مني. عايز تطردني تشتمني، اعمل اللي نفسك فيه يا حسن، مش هقولك لا، بس عايزك تعرف ان انا ماليش غيرك وماليش مكان اروحه. حسن، صدقني اللي انا قلته هو الصح، واللي اتفقنا عليه هو اللي هنعمله. اديك شفت العيلة دي مفيش وراها غير الهم والبلاوي اللي ما بتنتهيش. اللي حصل ده هيفتح علينا ابواب جهنم ومش هتتقفل. تقصد ايه؟ اقصد ان انا وانت زي بعض، عايزين نعيش الحياة زي ما احنا كنا متفقين، عايزين نسافر ونهاجر. هو ده الصح؟ صدقني حسن، سيب ابويا في اللي هو فيه ده. ابوك؟ هو ما فكرش فيك ليه لما عمل اللي عمله؟ هو انت حسن ناوي تقعد معاهم؟ ناوي تبقى زيهم وتعيش الحياه زي ما هم عايزين، وتحبس نفسك في الدوامه اللي عايشين فيها بقالهم سنين؟ انت عايزه ايه؟ نهرب. وبعدين؟ نعيش. أهرب معاكي؟ تهرب مع مراتك اللي إيه؟ اوعي تقولي اللي بتحبني. مش هقول بحبك، بس هقول إن إحنا خلاص ما عادش لينا غير بعض أنا وإنت. هي دي الحقيقة صدقني. مراتي كيف وإحنا لسه حتى ما جربناش من بعض؟ عايزاني أبقى معاكي كيف؟ وإنت بعيد عني يا ريتال. ولا ايه؟ تقصد ايه؟ اقصد اني عشان اصدق انك معايا وانك مش هتسيبيني، لازم احس انك مرتي بجد، واني جوزك مش على الورق وبالكلام.